فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يردد مع الأذان المسجل؟ لا، لأن هذا ليس أذانا، وإنما هو صوت محبوس وليس أذانا، إنما يردد مع الأذان الذي يؤدى في الوقت، يؤدى من المؤذن مباشرة، خلاف المسجل هذا لا يعتد به. لو أنك جعلت في المسجد مسجل وفتحته عند دخول الوقت ما يكفي هذا عن الأذان ولا يؤدي المشروع، لابد من أداء الأذان اللي يسمونه حيا، لابد من أدائه ممن يعتد بأذانه، أما الصوت المحبوس هذا ما يكفي. نعم.